تحياتي لكل عم بيتابعونا عبر موقع الفن بفقرة تفسير الأحلام، واليوم حنحكي عن شراء السيارة بالمنام. يعتبر هذا المنام من المنامات الحلوة وبدل على تغييرات إيجابية إن كان زواج أو حمل أو سفر. للمرأة المتزوجة بدل هذا المنام على رغبة هيدا المرأة بتجديد حياتها العاطفية مع الزوج، وبدل على سلطتها على زوجها. للفتاة العزباء بدل على انتقال من حال إلى حال أفضل وحيرة بين قرارين بخصوا حياتها العاطفية، كأنه هالحيرة بين قرارين مرتبط بحياتها العاطفية. لرجل الأعمال أو الموظف بدل هيدا المنام على مكاسب مالية أو زيادة على الراتب رح يحصل عليها الرأي أو ترقية معينة. كل حلم وأنتم بخير، باي باي.